تيجي في يوم المتا وجابر عملت كام توكيل النهارده؟ توكيل واحد. هذا اللي عمل التوكيل بس. كلكم عارفين مين اللي منعكم من التوكيلات عشان شايف من بكره اللي انتوا بتمثلوه. انا بس عايز الناس تشوف بنفسها ان انتوا مواطنين مصريين ليكم حق في بلدكم وبلدكم ليها حق عليكم. وان انتوا ممنوعين علشان انتوا عايزين دوله. عايزين قانون. لا عايزين فوضى ولا عايزين فتوانة. واللي مصر انه يصادر القانون ويهدر الدولة هو مش احنا اللي بيستدعي الفوضى. احنا اللي متمسكين بالامل واللي مصرين ان بكرة يجي بالعقل. بكرة امن. بكرة نضيف. بكرة مش شبه امبارح ولا النهارده. اوعوا تفتكروا ان احنا هينضحك علينا. اللي مفكر نفسه بيتزاكى اكيد يعني مش اذكى مننا. اللي متخيل ان احنا هناخد حقنا في التوكيلات ان احنا نيجي ونتحرك بينكم ونمشي من غير التوكيل غلطان. احنا بنقدم السبت والحد والاثنين. امبارح انا كنت في وسط مئات في اسكندريه. اسكندريه عملت 5 توكيلات امبارح. وكنت في وسط مئات في كفر الشيخ. وكفر الشيخ عملت 4 توكيلات امبارح. لو في اي واحد في البلد دي عنده ذرة عقل فهو اكيد عارف ان انتوا مش محتاجين اكتر من ساعتين تاخدوا حقكم فيهم. حقكم يا ريس. احنا قدمنا 4 طلبات للهيئة الوطنية للانتخابات ورغم ان الاربعة من حقنا واسهل من بعض بس احنا قلنا وافقنا على طلب واحد. وافقنا على طلب واحد من الاربعة واحنا راضيين. واحنا بنحمل كل جهة وكل مسؤول في الدولة مسؤوليته. لازم الناس تنتبه ان الضغط على الناس خطأ وخطر وانه ليه حدود وان احنا عشان بنكلم الناس بالعقل وبنضغط عليهم علشان يتحلوا بالحكمة قبل الشجاعة. ده مش معناه ان حد يستقرضنا ولا يتخيل ان يجي في الاخر يقول والله اسفين ما قدرتوش تكملوا توكيلاتكم. حد يقول للمستشار التوكيل مصطفى مشروع.
اللي شفته هنا ده بشوفه في كل مكان. ده كل يوم بزور ثلاث محافظات. لو في واحد متخيل ان في مصري واحد في قرارة نفسه هيصدق رواية ان الامل ملوش مكان بين المصريين وانه ما يقدرش يجمع 25,000 توكيل بيضحك على نفسه. والناس مش هينطلع عليها الضحكة دي. حتى اللي هينطلب منه يردد الكلام ده هيقوله وهو مش مصدقه. فازاي الناس هتصدق؟ اعتصموا بحقكم. تواجدوا. اتمسكوا بالامل وبالحق وبحق بلدكم عليكم قبل حقكم. وسيبوا علينا الباقي. ممكن؟ اللهم صل على عشان لازم